السلام عليكم. مدرب السياقة بالغازي شعيب. المرايات أو المرايا، المرايا هي العين الثالثة، لأن عندها دور مهم ومكمل للرؤية البصرية، وكتساعد السائق في السياقة بالخصوص في لحظة القيام بالعمليات الأربع اللي شرحت في الدرس الثامن. دخلوا تشوفوا هذا الدرس. العمليات وهما: إلا بغيت نزيد نوقف ندور أو نتجاوز، بغيت نزيد نوقف ندور أو نتجاوز. كيفاش كنقد المرايات؟ تبعوا معايا. طريقة كيفاش كان قاد المرآة الداخلية، كان قاد بهذه الطريقة. يعني الأصابع خصهم يكونوا من الخارج، ما خصنيش نحط الصبع بهذا الشكل، لأن غادي يبقاو الآثار، يعني هذوك لي زومبرانت ديال الصبع يبقاو في الزاج بهذه الطريقة ولا بهذه الطريقة. كاين اللي تيدخل صبعو بهذه الطريقة وتيولي الزاج موسخ، خصو يمسح. إذا الطريقة هي هذه السليمة كما شرحت في درس ديال الميكانيك، على حساب الطول ديال السائق، وخص يظهر ليا الزاج اللوراني، يعني ما تيبقاش يبان غير الثلث، يعني اللي ورا الراس ديال السائق، والمساحه كامله خصها يبان الجوانب ديال الزاج اللوراني كما تتشوفوا في الفيديو، لان خصك تهز العين ديالك بلا ما تحرك راسك، ما ديرش شي مجهود، عينيك تتمشي مباشره لمراه ديال الوسط، ويبان لك يعني الزاج المساحة الباقية تبان عادي، وتيبان لك الوراء ديال السيارة كيما تتشوفوا الفيديو. هذوك الحدود يعني ديال الزاج خصها تبان يعني واضحة باش تكون الرؤية ديال الخلف مزيان. إذن هذه المرآة الداخلية. المرآة ديال الجوانب، كيفاش كنقد المرايا الخارجية اللي من جهة ديال اليسر؟ المراية تيكون عندها إما واحد زر تيكون أوتوماتيكي، أو تيكون يدوي بهذا الشكل. هذا هو من تنقاد المراية. أشنو هو المؤشر اللي غادي نعتمد؟ خصني نشوف العلو ديال السيارة عندي كيفاش داير. إذا كانت السيارة عندها العلو كتير، غادي نعتمد على النصف ديال السيارة، ولا كان العلو معتدل غادي نعتمد على المفتاح باش يتحل الباب، يعني هذاك البواني باش يتحل الباب. شوفوا في الفيديو باش تفهموا مزيان كيفاش كنقاد، باش نعرف المرايا راه مقاده وتكون الرؤيه الخلفيه مزيان. كنحرك بهذا الزر هذا، وشوفوا اما هذاك لوتوكولون ابيض ولا الاحمر على حساب العلو اللي عندك في السياره. شوفوا هذاك المؤشر كيفاش يبدا يتحرك بهذه الطريقه. هذه ما خصش المؤشر يخرج بزاف، تتولي تيبان لك غير الوراء ديال السياره. هذاك المؤشر خصو يكون في الجانب وفي الوسط ديال المرايا كما تيبان لكم دابا. هنا في هذه الحاله عارف بلي راه الرؤيه غتكون الخلفيه غتكون مزيان، ويكون البعد ديال النظر طويل. اذا هذه هي الطريقه اللي تنعتمد باش تكون الرؤيه الخلفيه مزيان، والمؤشر هو هذا، اما المفتاح البواني ديال الباب او النصف ديال السياره كما تشوفوا. نفس العمليه ونفس المؤشر، تنحرك من الزر الداخلي وكنشوف العلو اللي عندي في السيارة. إذا كان العلو طويل يعني كان اعتمد على النصف ديال السيارة، شوف هذا لوتوكولون اللي بالأبيض. وإذا كان العلو متوسط كان اعتمد على المفتاح ديال الباب، يعني هذاك البواني باش يتحل الباب هو اللي تناخد. إذا الطريقة وهو المؤشر ما خصش يتفوتش على النصف ديال المرايا كما تتشوفوا، ما خصوش يخرج بهذا الشكل، لأن إلا خرج غادي يبان لكم غير الوراء ديال السياره. كنحرك بهذه الطريقه حتى تنقاد وتيبان هذاك المؤشر، هذاك لوتوكولون يعني البواني ديال الباب الاحمر، او نصف ديال السياره بلوتوكولون ابيض يبان في هذا العبار هذا. وهنا تتكون الرؤيه الخلفيه مزيان، وتتكون
بعيدة، يعني تشوف تكون بعيد، تقدر تشوف حتى 200 متر ولا 300 متر. إذا هذه الطريقة هي خصكم تعتمدوا المؤشر هذاك لو توكولون، المفتاح ديال الباب بواني أو لو توكولون بيض يبان في هذا المكان هذا، يعني في النصف ديال المرايا. ما خصكمش تحركوا بهذه الطريقة، هذه غادي يبان لكم على الخلف، يبان بهذا الشكل، وهنا تتولي الرؤية مزيانة وجيدة. العمليات اللي تنحتاج فيهم المرايات، العملية ديال بغيت نزيد او ندور جهة ديال اليسار او نتجاوز، كنشوف المرايا ديال الوسط، كنختم بالمرايا ديال الجهة ديال اليسار. العمليتين مثلا الى بغيت ندور او نوقف الجهة ديال اليمين، كنشوف المرايا ديال الوسط وكنختم بالمرايا ديال الجهة ديال اليمين. اذا هادو هما العمليات اللي نحتاج فيهم المرايات بثلاثة. اذا الى قديتو الطريقة كما شرحت في التقديم، تتولي الرؤية ثلاثية الابعاد كما تتشوفوا، المرايا الجانبية اللي في اليسر وديال الوسط وديال اليمين كما تتشوفوا السيارة اللي ورانا كتبان في المرايات بثلاثة. اذا خص السائق يقاد المرايا الطريقة اللي شرحت كما تتشوفوا في الطاكسي. اذا كاع في العمليات الاربعة تتولي الرؤية ثلاثية الابعاد، في حالة الى بغيتي الدور او توقف او تجاوز او الدور على اليسر، ولكن الصورة تتمر بسرعة، السيارة تتبقى دائما تتبان في المرايات بثلاثة. الى بقات السيارة غادية وراك في المكان ما تتحركش، تتولي الرؤية ثلاثية الابعاد. اذا هذه الطريقة باش تقادو، شوفوا السيارة اللي ورايا دابا كتبان في المرايات بثلاثة، كذلك الطاكسي. اذا السائق ما خصوش يتحرك حتى يقاد المرايات، باش دائما تكون عنده الرؤية واضحة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.